دون السلطات المحلية التدخل لتسوية وضعيتهم بعد تعرض محلاتهم لعملية سطو وتخريب وتكبدوا خلالها خسائر فادحة في السلع في ظل استمرار تجاهل المسؤولين لوضعية هذا المركز الذي يفتقر إلى أدنى شروط الأمن والنظافة وأبسط مواصفات الحماية منذ تسليمه للتجار قبل نحو 20 سنة. عمر عملية ويقول لك راه كاين الامن متوفر، ما كاين لا امن ولا هم يحزنون، راهم دخلوا كسروا الباب الكبير، وهذا المركز راهو مركز تجاري 109 محل راهو نتاع الولايه، هذا راهو ماهوش شيء، احنا رانا كريم الولايه، راهو رزق الولايه. انا ضحايا صح من ناحيه سرقه، سرقنا هاو المحل قدامك فهمتني، من ناحيه الصور، من ناحيه الخضاره، من ناحيه المحيط كامل ومتعفن. قداش من قداش الحوايج ديك رانا هني وفينا والو، احنا التجار باغينا نخدموا على روحنا، ما احناش قاعدين نتمسخروا ولا نلعبوا، حبوا يتمسخروا لعبوا ديهم باسي يتمسخروا فيهم يلعبوا فيهم. نطلب من سياده الوالي على وجه ربي شوف الوضع نتاعنا، وصلحنا الوضع نتاعنا، احنا ضرينا بزاف. نهاية الموعد المحلي، شكرا لكم على طيب المتابعة، عودة إلى هارون وبقية الأخبار. شكرا جزيلا لك. شكرا. أمير، إذن